السياسة العامة والتي يجيب عنها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. الجلسة التي تعقد طبقا للفصل 100 من الدستور ستنطلق على الساعة 11 صباحا. لا زالت الناقلة سيلفر المحملة بالوقود عالقة بمدخل ميناء مدينة طنطان، وقد بدأت الجهات المختصة في عمليات إدابة الفيول الصناعي من أجل ضخه عبر أنابيب في سهاريج معدة لهذا الغرض، لكن هذه الجهود تصطدم بالأحوال الجوية غير الملائمة. وبخصوص المخاطر البيئية المحتملة، فقد أوضحت اللجنة الوطنية لمواجهة التلوث البحري الطارئ أنه لا وجود لأي خطر على البيئة وأن الوضع متحكم فيه. روبورتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. بعد تبدد المخاوف من احتمال حدوث خطر بيئي، لا زالت الفرق المتخصصة تواصل إنزال المعدات على ظهر السفينة لبدء عملية إفراغ شحنتها من الفيول. سوء الأحوال الجوية يظل العائق الرئيسي أمام نجاح المهمة. هذه المعدات بطبيعة الحال راها حاليا على أغلبية راها على ظهر الباخرة. إن شاء الله كنتمناو أنه غادي تتم عملية ديال التسخين ديال مادة الفيول باش من بعد غادي نوضعوا القنوات ديال الضخ اللي غادي ان شاء الله نبداو العمليه الا كانت الظروف الجويه مناسبه. الاحوال الجويه ما ساعدتش باش البرنامج يتم في المده ديالو، لان الرياح قويه والبحر هائج. ما بالنسبه للملاحه ودخول السفن وخروجهم، يعني داك الشيء كيتوقف غير على حسب الاحوال الجويه. اما هي سفينه سيلفر ما سدت الباب، ما كاين حتى شي حاجه، غير مساله ديال الرمله ومساله ديال الاحوال الجويه. السفينه القادمه من سانتا كروز بجزر الكناري المحمله ب 5000 طن من الفيول عالقت في الرمال منذ اسبوع، والجهود متواصله للتهيئ لعمليه ضخ الفيول في انتظار تحسن احوال الطقس. احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة على الأبواب، ومختلف المؤسسات الفندقية بأكبر المدن السياحية تستعد لاستقبال الزوار والسياح الأجانب. مدينة إفران التي تتميز بتنوع خصائصها الطبيعية وبهندستها المعمارية تستعد لاستقبال زوارها من المغاربة والأجانب، وقد أصبحت المدينة التي صنفت كإحدى أنظف المدن بالعالم تتوفر على بنية سياحية هامة أعطتها إشعاعا عالميا. روبورتاج خديجة زروال وأحمد الفضيلي. مدينة إفران أو كما يسميها البعض بسويسرا المغرب استكملت كل زينتها لتوديع سنة واستقبال سنة أخرى. موقعها، جمالها، هدوءها جعلها نقطة جذب للسياح ولعشاق السكينة والطبيعة والاستكشاف. فهي تمزج بين ثلوج في الشتاء واعتدال المناخ في الصيف،